فقلعة صير التي تحيط بها مياه البحر من كل جانب بقيت على هذا الحال حقبا متعاقبة. لقد لعبت دورا فعالا في الدفاع عن الساحل العماني ضد الغزاة عن طريق البحر. إنها تشير مع قلعة الحصن إلى حضارة الإنسان. وتتسم قلعة الحصن بالضخامة وقد بناها العمانيون من الحجارة والجص، وتتجلى فيها الهندسة والزخرفة الرائعة، وتدل تلك الآثار المتبقية في الولاية على ما كانت تحظى به هذه المنطقة من أهمية كبيرة.